ويكمل فرحتنا ويرزقنا بولد او ببنت، كل اللي يجي من ربنا كويس. زياد بقى تعالى قابلني يا حبيبي يا رومانسي. الهي ما تشوفوا يوم عادل في حياتكم انتوا الاثنين يا رب. ايه يا حبيبتي، خلصت وصلة الحب والغزل والتطبيل والرزالة؟ بقولك ايه، انا عندي شوية نم، انما ايه لساني مش قادر يتفرمل وما يتكلمش. بس سلمي على هشام الاول. ازيك يا نرمين؟ هاي هشام، ازيك؟ عامل ايه؟ لونج تايم ما تقابلناش. وشيري بقى بتوصلك سلامي ولا لا؟ شيري معاك. شيري معاك. بقولك يا روحي، مفيش معاها اي حد في البيت، ولا امها ولا اختها ولا اي حد من عيلتها اساسا. هي اللي عامله حقن دي، مش المفروض يكونوا اهلها واقفين جنبها وياخدوا بالهم منها؟ ولا هي الاصول اتغيرت والزمن اتغير وانا مش واخده بالي؟ شفتي، يبقى ده معناه ان هي واقعه معاهم لسه لغايه دلوقتي، والا كان حد فيهم راح لها وحضر معاها المناسبه دي. انت عارفه بقى تجيبي كل اخبارها منين؟ من امير. امير ده انتيم اخوها الامارتي، واكيد يعرف كل حاجه. طب بصي انا هجيلك بكره الصبح اول ما اصحى نشرب قهوه، انما هيبقى للركب. ماشي، يلا باي يا قلبي. باي حبيبتي. بقول لك ايه، اقعدي تلبسيني مع الست دي تاني. هو انت في ايه؟ كل ما اكلمها الاقيك قاعد بتبرطم كده، في ايه مالك؟ ليه ما عنديش استعداد اروح استسمعهم واطلب العفو منهم تاني عشان خاطرك انت واللي اسمها نرمين دي اللي معرفش ايه لازمتها في حياتنا؟ تقدري تقولي لي بقى هتستفيدي ايه وانت بتديها كل حاجه ببلاش كده؟ ومين قال لك انه ببلاش؟ ليه يعني؟ هي حالتها ايه عشان تديهولك؟ يا روحي انت فاكر ايه؟ فاكر ان نرمين دي شحاته؟ لا يا بابا، دي بتعرف تقلب زياد كويس قوي. وانت بقى تقلبيها في ايه؟ شنطه ولا زيت برفي؟ هو انت هتفضل طول عمرك كده دماغك على قدك؟ بص يا حبيبي، نرمين دي هي الشوكه اللي في ظهر جميله. لو اتشالت زياد ده هيعيش مرتاح ومتهني، وجميله هتزقطط ومش هيبقى عندها اي مشاكل. يعني من الاخر كده، نرمين دي هي الكره اللي بنلعب بيها صاحبك ومراته. لو فاهم بقى اتكلم، مش فاهم يبقى بطل لت وشغل لنا حاجه حلوه نسمعها. حاضر. ايه اللي انت بتسمعه لنا ده؟ والله يا مقصد، ده جت بالصدفه. طب اقفل. حاضر. اقفل. خلاص اهو.